الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس الأول من كتاب الكواكب الدرية، شرح متممة الأجرمية للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى، في الجزء الثاني، باب منصوبات الأسماء. هذا محل ومبحث عاشر كيكو بعد جزء لبعض كتابك المتممة الكواكب الدرية، شرح متممة الأجرمية، وألف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. حنوغ باللابن آية جزء لبعض عاشر كيسة كوات، باب منصوبات الأسماء. أسماء هذا سيدة ذبا إعراب أهان صد حركة واكي قادن جرت قد إيا كردق إيا حسلق. مرفوعات الأسماء وأصل كأجرومي تضب أوير كتاب كأنون أطبان أوير مرفوعات كوحا لوهر مريا لأنها عندة واتير وحو عدو تيريا لما حد فكر لقم أنا كافتو مكر. منصوبات كو يكوا فضلا والديرات ديرات كان لقم وذو اللي كافتو مي ركن أي الجملة وحلا دهاجر الجملة ذو اللي باتير بيكا كومنت أما جزء أي الجملة جملة ذو اللي بجز وفعل يا فاعل أما مبتدي يا خبر سيدة ذو جملة دي اللي هو مبتدي يا خبر فعل يا فاعل فعل يا فاعل كو حلم إذا فعل يا نايو فاعل. منصوبات الأسماء مركا وفضلا مرفوعات الأسماء أفر باقوة أصل سنة فاعل ينايو فاعل يمتدي خبر. منصوبات الأسماء شن باقوة أصل سنة شن تقوة أصل سنة والمفاعل الخمسة وشن تمفعول مفعول به مفعول مضرب ومزدر مفعول فيه وظرف الزمان وظرف المكان وظرف المكان يمفعول من أجلي يمفعول معه شان تاسال لسوية المفاعيل الخمسة ومخفوضات الأسماء سواء دواس كصدع علم الله وكالإيان واجران قارشان قارسي واجر. باو المنصوبات أسماء ذي لكر لغاية من الأسماء أسماء ذي وحاكم إذا أسماء ذي المنصوبات لكر لغاية أما من الأسماء بوكاء هذه أسماء ذي ومن تبيانية لغاية المنصوبات لكر لغاية خمسة عشر شنية طبن. المنصوبات كوي لكر لغاية من الأسماء حال أيكا هذا خمسة عشر شنية طبن ويأتبن يشون وهي شنية طبن كالمفعول به وي ومنهم مفعول به وكمدها المنادى. هل كان مركب حاوي وح مفعول به إلا هليشين باجرة منادى أصل كأجرومي وحان قصوا عرقنو قصوا برا باب قونية لكن مناده ومفعول به يا عبد الله عبد الله يو مركا الله يا زيد زيد يا علي علي مركا يا ليس يا ذا حرف النداء بل نائبة مناب الفعل أدعو وحي نائب كتا فعل ما يشل لقاح تفو أدعو أدعو وحانو يلو وفعل كان مضاري أنا أما أنادي أما أدعو عبد مركا مفعول به بيه فعل كيبا لحاف وحان نائب كان نغضي حرف النداء يا ومنه وحاكم إذا مفعول به المنادى منادى كما سيأتي سيدا إيمان دون تبيان وعدين تيس وليون المنادى هو بعضين دون مسائل أضغ حتى وكين دون اشتغال حتى وقدر دون سيدا مسائل ير أضغ. والمزدر مزدر كيوي ويسمى وحالو مزدر كالمفعول المطلق مفعول المطلق بينهما عموم وخصوص ما يشهد أنه تيك دون مصدرية مفعول مضرغ مروي إسليه مره وحبيكو كالقدسيه. وظرف الزمان ظرف الزمان كي وظرف المكان ظرف المكان زمن كوقت دحلي سوحبال للسمين ظرف الزمان بالده صمت يوم الخميس ما أنت خميس تان صوم صوم كمحور دعي ما أنت خميس تان دحلي. ظرف المكان جلست وحام فريست أمام الشيخ شيخ هورتيس فدين محور دعي شيخ هورتيس. ويسمى وحاله مقعبة ظرف الزمان يظرف المكان المفعول فيه مفعول فيه بالو مقعبة والمفعول كي لسمي من أجله درتي
كاسنا صدح مراعولا مفعول من أجله مفعول لأجله مفعول له ولمس لبك لقصي درنا ويجرا والمفعول كي لسمي معه لجر كيس مفعول معه والمشبه كي لو شبه بالمفعول به مفعول به مشبه بالمفعول به وصو وضع لكن وحالك وضع وحالك وضع صفة مشبهة ولازم وصوغها من لازم لحاضر وكيل وصوغها من لازم لحاضر صفة مشبهة وزيد حسن وجهه زيد زيد حسن حسن وخبر كده عن وصفة مشبهة يعمل عمل فعلي وجه فاعل بوقات كان قري وحاك الوجه زيد حسن الوجه مركا حسن مضاف الوجه مضاف إليه وحال عرك زيد حسن الوجه يا حسن وجها حسن الوجه مركا محال له الوجه ذا وحال له ونحوية حولها دي إن حسن هو لازم لازم فاعل بكو كافتوما سيليين وعلى الوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به بالمشبه مفعول به مركا ما قال كرت الله مفعول به بالمشبه حسن وحكى الضمبي وصدح صدح قابل ان لا اضافه حسن الوجه ومضاف اليه ودبري حسن وجهه ان لا جد فاعل لو غد عادي ويتان حسن الوجه يا حسن وجها باجر هذو تعريف يا او الو حسن الوجه يا منصوب على التشبيه بالمفعول به بعده حلو نسب مفعول به بالمشبه مفعول به طبعا ما هذه حسن وجها ليرهن وجها وتويننا منصوب على التمييز وتمييز مرك حسن وراس وجها من وجه والمؤنث وضع والمشبه كي لو شبه دي بالمفعول به مفعول به لو شبه طيب والحال حال ذي وجاء زيد راكبا اوكي والتمييز تمييز جي واستصبب زيد عرقا والتمييز في بعض احوال والمستثنى مستثنيه وفي بعض احوال سكن قام القوم الا زيدا فشربوا منه الا قليلا وخبر كان واخواتها كانية ولا له الخبر كودي وخبر الحروف حروفتي خبر كودي وي حروفتي المشبهة لو شبه بليس حروفتي شيء لو شبه ليس أفرت أوت قرن ما يلا إن يلا ما هذا بشرا إن زيد قائما لا أحد خيرا من أحد إلا بالعافية ولا تحين مناصب والمستثنى كي لا صر المستثنى في بعض احواله والمستثنى كي لا صر في بعض احواله حال ذي سقار كم وخبر كان واخواتها كاني ولا له الخبر كود وخبر الحروف حروفتي خبر كود حروفتي المشبهه المشبه بليس في خبر افعال حال كا اسكاجر هذا وخبر بعد يعني في خبر بي وخبر افعال المقارنه ما يدي وخبر ما هي سان انا في ونودي في ميا في ذا مجرت في ذا مجرت وخبر افعال المقارنه ما لها وخبر افعال المقاربه افعال المقاربه خبر كودي وما كادوا يفعلون عسى زيد ان يقوم اخلوا لقت السماء ان تمدر ارمي اصبرت واتجنس وخبر افعال المقاربه افعال المقاربه خبر كود واسم ان واخواتها اني ولا له اسم كود ان زيدا قائم ليت عمرا شاخص واسم لا لا اسم كود وهي التي واسم لا لا اسم كود وهي التي لا ذا سو لنفي الجنس وسكنات الجنس ان في ليس هذه لنفي الجنس لا رجل في الدار وتابعك راعي للمنصوب مذكر وهو تابع أربعة أشياء شيئا وأفروا أسأل كأجنومي قلت توابع ذو الحكوشي يجري مرفوعات
باب النعت والعطف والتوكيد والبتل كان يسوى التوابع ذي وحكو شيء يدرم وحكو شيء يدرم منصوبات وانا ديه دوناء وكلا توابع ذي واشم بوديه دوناء الشام ماشي عجرومي ودي جروا التوابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل وكان حديه دوناء خمسة شانتك شناء حقيقة كيم النعتكو وعطف البيان بوديه دوناء اللهم بره وعطف النسق والله مركلا والتوكيد والبدل مرك عطف كل والله مركلا يقدون الله وتابع كير عيل المنصوب مذكر وهو تابع عس أربعة أشياء شيء على أفر وهي كما تقدم سيدي سك صور مت مرفوعات باب المفعول به مفعول به باب كيس هذا محل ومبحثه مفعول به قال وارهم بو بالله بالله ميد وحاوي ومفعول كإعراب كوبا السقي وحا اسكو دهما ومفعول به وحا لوغو بلاوه لمبركو ولوغا دغا ميد كوباد إعراب كوبا هي السقي وحا اسكو دهما فاعلك لبدودو ماركاي بوكان labadoodu markay bukaan way isku dheehmaan saadarte marka faa'ilka in la hormariyo waa qas duudi hijre way wa inta qul kallama musa ya'la faqaddim alfa'il fa huwa awla wa inta qul hadda kallama musa wuxuu la hadlay ya'la موسى يعلى اللوضة وواجهين وتعذر ألف بكبك هذا يا فاعل يا مفعول موسى موسى ويعلى يعلى فقدم الفاعل هرمري فهو أولى تاس قصب ويمرك للتمييز سلوك الأصع مركة يلتبس المفعول به بالفاعل خاصة عند تعذر هاجر مركة يجر تجر واسكن إيه معين أرنتا كلا وحاوي إذا أطلق باب المفعول هدي لنه أو وحب الله قدره فالمراد به هو هو سقع لك وضع باب المفعول بسأله إن المفاعش شو كوا كلا إن وحلا راعيه حتى مفعول مدرق مدرق وين لو قدر لكن مفعول به مفعول بي مفعول كلي أو ذكرت رأيت فعلا وفاعل زيدا مفعول منصوبا والإسكفان مفعول به نقضى واسدة فعلا لكن عداد زيد المفعول منصوب وضاده ويفهم أيام فيري هذا وعوك ويرى الكنباو المفعول به بدأ به وكب الله لأنه محايا لأحوج مدباه بضنوه إلى الإعراب لأنه مفعول به الذي كيوي يلتبس كلهما بالفاعل من المفاعل الخمسة مفاعيش شنطة حقه خاصة عند التعذر ويهد إسكج ولأنه يسرع أكثر بضن استعمالا أذيكسي ولا يراد اللول ما بجيد عند الإدراق مركي لا إدراق مفعول بس لا نهو إلا هو إسقون بالله جيد باب المفعول به مفعول به باب كي قال هذا محل ومبحث واسم عالم هذا مفعول به هذه لكن لا فصيل له المفعول به كي وحلو السمائي الفاعل السمائي الفاعل وكوح سمائي المفعول به كوح لغو السمائي لغة أهان وهو مفعول بها الاسم مقعوي اسم أدلية فعلي حرف باب حي الذي اسم المنصوب ولمن الله كردية منصوب أدلية مرفوع مجرور باب الذي اسم ياسو يقع عليه كركس الفعل فعل كوكد لعنه ضربت زيدا ما قرأ يقع عليه الفعل حقيقة أو حكما بعدها قاركو فعل كيف كد لعي حقيقة أم حكمها وهو مفعول بها الاسم مقعوي المنصوب لكرديه الذي اسم ياسو يقع عليه كركس الفعل فعل نحو ضربت وحان قرأي زيدا زيد وركبت وحان فلا الفرس فرسك واتقوا الله إلهي كبق واقيموا الصلاة صلاة ضربت فعل وفاعل حد الفعل ضرب مبني على سكون الاتصال بضمير رفع المتحرك وتاو فاعل ضرب مبني على الضم في محل رفع زيدا محل شاهد كيوي مربط الفرس كيوي قسد كيوي زيد المفعول به منصوب علامة نسي فضعة ظاهرة في آخر وركبت الفرس وركبت الواو وحرف عطف
راكبت فعل وفاعل حد الفعل ركب مبني على السكون الاتصال بضمير رفع المتحرك وطاء فاعل ركب مبني على الضم في محل رفع الفراسة مفعول به منصوب علامة النسب فضعة ظاهرة في آخر ضربت زيدا قرع يكون عي زيد وركبت الفراسة يا ركوب لقدكت الله فلو قادي لقدكت الفراسة فرس واتقوا الله إليك واتقوا الله الواو بحسب ما قبله اتقوا فعل أمر مبني على حذف النون فعل قمسيه فعل خمسيه اتقوا والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون بيت كاساك وفعل أمر إذا أفراد بي مرارك قاركو زيادة حال أفراد اتقوا فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع الله اسكجر تأدبا وحيدهان الله منصوب على تعظيم بادي مفعول به دي ميس بوسك يتعالى واي لكن الله وإن لفظ الجلالة وإن الله لقي إذا بسد سبحانه مركا نحولي وحيدهان الله منصوب على تعظيم بادي الله منصوب على التعظيم منصوب على التعظيم وعلامة النسي فضعة ظاهرة على آخر واقم الصلاة سلاة دوب واكي الله الذي يقع عليه الفعل حقيقة أو حكمة صلاة مركز صلاة مفعول بها قدر دعي ما كلمة الصلاة بوسك مفعول به كيف فرد لكن صلاة ما واحد قرع قدر دعي أما واحد فلأ ما يقول له يقول له كذا مركز وحالة دي بوسك كيف فرد أياء بوسك مفعول به مركز فالكي بها قدر دعي حكم حكم أهم حقيقة ما قال رحيسي معنوي بكعبرا وكان أمرك والمراد بالوقوع المعنوي ويهلك وقوع معنوي واقيم الصلاة وحكود العمج واقيم الواو بحسن ما قبل واقيم فعل أمر مبني على حذف النون بعد أقيم فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع الصلاة مفعول به بعدها الصلاة مفعول به أقيم فعل أمر مبني على حذف النون واو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع الصلاة مفعول به منصوب علامة النسب وضعة ظاهرة في آخره وحقوب بدي أمثلة وإن أذكرت لبض هوري ضربت زيدا يا ركبت الفرس فعل كيبا قدر دعي حقيقة وحسا قراعينا وادعي دي زيد كده لا قراعي فرس كينا والله دول فلو جديد بالغا دخت واقيم الصلاه يدا وقوع يدا وقوع معنوي بالا دخ اما حكما حكم اهان هل كان و هو كشيغا مساله اد معان مر صرف انا واد كو غاري دونتا لكن واخ يرا دان كتا مساله اد معان و هو يري أفعاش سيدة سيكوبان لما لوقي بيارت انت بضان الصرفي عشقه كل نحوذ ويسوقش مركب كباد مرهوت أفعاش إلى اللحبة كدير قيب انت قار كباد مر مجرد يمزيد با لوقي بان مروحا لوقي بان صحيح يمعتل معتل قوسية قيب سان مضاعف يمهموز مر معدئي لازم لازم حين اللازم هو الذي يكتفي بالفاعل قام زيد زيد واستاد بس معدنا وحينها الذي يتعدى الى المفعول بها اما بنفسه اما بحرف جر سيدون هم نقط اما هل مفعولها قات اما لبن مفعول اما صدح مفعول افعال كوبن اقاد مركز سي وغدبه حينها وحيالها جوارح كدعو كل جعانت قراعي صعودكي وحيالها جوارح كان عوا قدبان افعاش كان على جوارح قتل وادي البات سمي ضرب قرع والسمي ما شاء هو سعودي وحيالها جوارح كان على معدي وبدي معدها اسمركا كو يتعدى بنفسي بالدي سيد ضرب زيد عمرا وحو باه يا كلمه مجر يتعدى بنفسي سيدي سو مفعولك او غاره رايت زيدا وضربت زيدا أكلت الطعام منه وحاله يتعدى بحرف الجر حرف الجر بوكو قاري مررت بزيد نحو وليد وحيلا سيدا ضربت بزيد جاري مجرور ومفعول به اسكجر إن مررت فعل فاعل ما محاكوعي فعل فاعل مفعول ما كوعي
بزيد هو جاري مجرور لكن طبعا هو مفعول به مرات زيدا هذه مرات وحيكون بتابعه هذه لا لكن لغة هنا إنها نقلها مرات زيدا ما نقلها وقت لكن لغة دي بين صح كواهين وأين مرات بقى كوجد بت مرات بزيد مركب حلولي بزيد جاري مجرور لكن وحيكون حكما حكم أهل مفعول به ما يشايسك هل كان يلقى هذا سيعا وعرق والفعل فعل بالنسبة للمفعول به هذه لفير أقسامه بل قارن يرى هل كان الله هي المهمة هو الأول فعل ككواد ما هو لا يتعدى إليه أن مفعول وجود بنا أصلا أصل أهم واحد مفعوله كان وجود بنا هذا لازم بقى لإسكجر كذلك تسنى يوي على حدوث وحسود الرية كذلك ذلك عادي ما الذي يدل ويسكدر هذا ما شاء كوجا جبه كذلك تسنى هيوي على حدوث على حدوث حدث يحدث حدوثا على حدوث وحسود الرية نحو حدث المطر روبا دعيبا حدث المطر روبا سود الرية يمت بس نبات لنا وحنا صور شيء الزرع بير نبات الزرع بير تبع دلتي لرادا وقدر والسكوير هايستا لرا جاري مجرورك وحيلي ومدي حكما حكما هنا المفعول كسمه نبات الزرع نسكي دايله نبات الزرع بيرتي بعد دلتي ان ما لا يتعدى اليه اصلا ما هنا سو ما رتا اثاني كلب هلكن اسكو يربين هذا اسكي ما يتعدى من قد بوي الى واحد هل مفعول بالحرف قد بقى سو ما رتا كغضبت غضبت وحانو عرضات من زيد زيد غضبته فعل فعل من زيد انت محيت جاري مجرور حكم اهانه مفعول به حكم اهان ومرت وحان سومر عليه زيد سومرت ومرت عليه وهذا كان كي مرك نحو مركي اللي جوي لك وحيقول له جاري مجرور ويو مفعول به ضبا معها اسكج وهذا كان كالذي كيبو لم يديها قبله كوري يسمى وحالو مقعبا لازما وقاصرا كي كو كافتومي اي كو قاب صدي فاعل كو ولا يسمى متعديا لغم مقعبا اصطلاحا اصطلاح اهان وقد تتصل الى اللحيد ستال اركاب بالفعل فعل كالقاصر لازم ك امور ارم وفيتعدى وقد بوهي امور عشرة ارم طبعا ارم وضوي عشرات طبعا الرمود ويذكر الله شيء في المطولات كتب تنار دير وثالث كسد عاد ما يتعدى ويحقد بوي لواحد هل مفعول بنفسه نفهانديس كافعال الحواس الدنيا ما فعاش سوكر النحو شم يشم شممت هو ان اريوي شممت شم اري يشم شممته وان أريوي وابصرته شيء بان أركي وسمعته وان مغلي مركا قال أفعال الجوارح بيك عبرا أفعال الجوارح والرابع كأفراد كامرك يتعدى بالنفسه سمعته فعل وفاء سمعته أبصرته شيء والرابع كأفراد بما يتعدى وحقد بوي لواحد هل مفعول تارة مر بالحرف بوجود به وتارة بنفسي من الحلقاس ها معودي والرابع ما يتعدى لواحد تارة من نفسي مين أنا كون نوما دي الحلقاس ساسي أهل لك تارة مر بنفسي وي. نحو شكرته وانكو شكري شكرته فعلي فهذا سكر مركا بنفسي وي. فيجوز فيه وحابنا شكرت له وانكو شكري سمرت مركا أنا يتعدى بحرف والخامس كشنا ما يلزم وحلازم ويتار ما شيء ويلزم لازم نغض تارة المر ويتعدى وجود بالاثنين اللب بنفس النفاد مرة أخرى مر كان النحو زدت وحان زيادة هبل دينار لما مفعول وزاد دينار دينار كبا زيادة وهو نسخة مما ونقصت وان كيري شيء ونقص شيء وشيء ما نسخة مما نقص ونويدا سيدة ذا وحفعلاء هذا التفعلاء يذوى لازم فعلة هذو فعلكم مربى فعلية وحاوي فاعل بس وقع فضم من فعل الزم شرد مالك وشاد مالك ومتعدي مالك هل فعل من
ولماذا صرف قار اسكت دينا كينا ولا جوا من باب التوسع على سحمة قاربا وحيكنا رحبتكم الدار رحبة يرحب رحبتكم كاف كاسو قد بين الله وقف صدر حال رحبتكم الدار وما ها رحبت لكم الدار بيه لكم مركا يدا فضم من فعل لزم يدا وحي فعل وحين كوي ما تاع الضباعي والغرائز وحيلا روحك بيران الدبيعين كسول يسول قبو حيق بحجبون يجبون ظروف يظروف شرف يشرف ويا شكر والخامس وكشنات بي والخامس وكشنات ما يلزم وح لازم نغضوي وسادس كاللحاد ما يتعدى وح قد بوي لواحد هل بالنفسي ولآخر مفعول كلا بالنفسي نفع انت استارت وبالحرف قد با أخرى مركلة وهو ثاني مفعوليه الذي يسمى مفعول كلا باضوي كوزنته وحنو ميزامي الدراهم بعض مرده كوزنته هذا هو المفعول أول الدراهم مفعول لبعض أو أما سيال المفعول بوجد وزنت له الدراهم وميزام وكلته حان ميس كلت بعد كالا يك كالا وبكي وقت وباع أو كلا وكيل زيت الشامي سماهن ملعين وكيل زيت الشامي نا بعلم مركي لك هلا وكلته حان ميس الدعام الهاشمي أو كلت له الدعام وزوجته حان جوري هند أو أما سوى الزوجة وحانو قري بها هند وصميتوان مقعب أو دعوت ابني وحانو ويا لمحمد أما دعوت ابني بمحمد ما نويا وكنيت ما شاميدين لك أساسا عني وكنيتو إلي كنيتو كنية لمرة فعل بما إيش لك الرعا فعل أنا كنيتو ونودي كنيتو ما الله كنيتو وكنيتو وحان كنية وقد أبا علي أو بأبي علي وسابعك تضباد اسكجر ما يتعدى وحقود باب النفس الاثنين اولهما لوضعك ورفاعل بوا في المعنى حق معنى وهو باب اعضاء وكساوي هذا اسكجر اعضاء محمد وحوسي عليا ثوى بوسي وثامنك سديد ما يتعدى وحقود باب الاثنين لبا اصل ما اصل قضوى المبتدا والخبر وهو باب ظن ويظن واخواتها ويستاسع كسغالة ما يتعدى وحقد بوي لثلاثة مفاعيل سدح مفعول أصل الأخيرين لو ما أصل كوضا منها سدح مفعول كمد المبتدا والخبر والأول كورن أجنبي عنها أجنبي كي هو باب أعلم ويهي وعرى وهو مفعول به على قسمين لا بقي بضوي ظاهر من مغضى ومضمن من ضمير فالظاهر ظاهر كما هي الذي كيوي تقدم او هرمني ذكر شيء دي سوى المضمن ضمير كقسمان لا بقي بضوي متصل من لحليه بعامله متصل واتسوى مرتوى لا بعرم بالر ما لا يبتدا به الكلام اما ما لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد الا حضر اللهم بلا منكر بعد الا رمضان نحو اكرمني واكرامي واخواتي ولاله واكرمني واكرامي يا واخواتي ولا لي اكرم في علم ماضي من على الفتح لا محل من الاعراب والنون للوقاي ولياء مفعول به هذه ولياء مفعول به مبني على السكون في محل النصب ومنفصل مذكر سعان عن عامل منفصل وحول ما يبتدا به الكلام ويقع بعد الا نحو اياي عني اياي عني واكرمني كرامي اياي عني انا اياي عني ايا اكرمت كرامي بعد أما ما أكرم ما كرامي إلا إياه يعني موين إياه في غير تانا داكو جاجا واحد مفعول به هو إياه بس إياه مفعول مقدم إياه كان عبد وابد سوق عبد إياه مفعول مقدم وضمير مبني على السكون في محل نصب والياء ويا ذن كلية إياه دال على التكلم دال على التكلم تكلم بيتو سايس كاميد ما أها إسكاجر اسكاجر إياي هاسكو هذا قبل إيا مفعول مقدم من على صفن في محل نسم والياء دال على التكلم أكرمتها فعليا فعليا ضد ماله وهي إيانا وإياك بفتح الكاف ما شان أفير والأصح أفير أن ضمير ضميرك إيا وهي وحدها صلى الله عليه وسلم وضع والدجي مشتركا
فميز والله صعب الله واحق يوحيها ليلي وهي حروف وهي فلياء وانا حرف تكلم والكاف حرف خضاء والها حرف غيبة وما والميم والنين على ما مر صلوات وقد تقدم وصور مر في فصل المضمر بما يغني وحنا الدقيق عن إعادتنا سوعنا اللهم باهنوي بيت بوحل كان لكن بيت كان إنه خلدين هان وعرك أنا قصو إيه دي قبلنا إذن كان وعد أرك دونتا أنا قوحنا دي وكل قسم منهم قادين حصر ما جاء من أنواعي في 12 قار ألفيات لكن وعمريد دي بابكو بيت كان وعمريد لكن سكر عمريد دي ميدين قريها كذا ما يستيدن ميدين كقري بيت كسان وعقري ميوقع بل فيرا هاد عمريد دي كفير باب بيت كسيدن ما أحيان باب المفعول كفير هاد انت ضر ما جاء من وعي في 12 وفي عندي قال حتى وحكر كل يعني وقال في الألفية واحد جرير ألفية ما وعمري دقية إذا ما نركع ده في الألفية كعلة توصل وعي وقال الدوين عن أركع نص خضر الله ماذا نص فكل قسم أنا وكل بسني وكل قسم منهما قد انحصر فكل وين صار سماه ما جاء من أنواعه في 12 صحيح كان فكل فهذا بس وكل من يذن قال بس فكل يذن وقع ما فاو مركب مدبع معنا وحاقوا أركض لها الألفية ما ألفية ما بيتين بيتين ألفية ما العمريدو عمريدو إذن كواسي ألفية من ذلك قبنا يعني بالكافير ألفية قوة كرنا وارنتا كافير ها انتحار بينها كلا قادة شد ها هدي بيت كتن على سواق دواين على الشيخت هدي كلا دور بيت هدا شيخ كاقا دو هذا الشيء انتحال سرق ايضا سرق ويكون قبصنا مركا فاكل فادا عمريدوي مركا نسخوين كقاربا وحيدا الفية تاوي مدى الملاحظين عمر وحير وقد تقدم وصور مري ذلك أرنك في فصل مضمري وكصور مري بما يغني وحنا قديق عن عادتين لسوعلي والأصل هذا وحشي بعض أحكام المفعول به فيرح أحكام مفعول به وليه قار فاعلك لغو مري إن كان مذا والأصل وحاصل وفيه مفعول به أن يتأخر إنه كدمر عن الفاعل فاعل أصل ككوبات فيرح وإنه فعل غور فاعل كحي مفعول الضمير وأصل كوا ضرب زيد عمرا أصل كم لمركو فعل كوا وهر فاعل كوا مفعول كوا ضمير لمركو ولا أصل سيدا أصل كافي مفعول به أن يتاخرين يكدم روي عن الفاعل نحو ورث وحود أحلي سليمان النبي سليمان داود أحلي ورث وغرب حسين ما قبله فعل كوا ورث ورث يرث وافرد الكسر فيما من ورث يشاد كهو يا ورث الله يعلى كل عاد حذفت الواو لقوعها بين عدوتيه بين ياء مفتوح وكسر لازمه ورث فعل الماضي بمن على الفتح لا محل من الاعراب سليمان فاعل مرفوع علامه رفي ضمه ظاهره في اخر داود مفعول به منصوب علامه نسيب وضعه ظاهره في اخر وقد يتقدم انه هرمرا والغياب مفعولك على الفاعل فاعل كوكور من جوازا سبنان جوازا سبنان واسك بدنت سيدي ولقد جاء آل فرعون النذر مثالك هوستو انا كنو ود وجوبا سي واجب وجوبك مركه وبدن هو سو سو قار با قال سي وجوب كاس الى سغال قار تدبي قال سي مركه وبدن هي سو وجوبك وبدن لكن انك لو نوو شيغ دنا تدبي قار كا دغان علماء قار تدبو تدبدا لكن لو نوو شيغ دنا اشتغال يمناد وقد يتقدم انه هرمرا ولا غيابا
مفعولك على الفعل فعلك والفاعل كما تقدم سيدي كسورمته في باب الفاعل ومنه مفعول به وحاكم ذوي ما أضمر وحل حذفي ما أضمر وحل قري لبضواني كرت ما أضمر وحل قري ما أضمر وحل حذفي عامله عامل كسو جواز نسبنا نحو قوله تعالى قالوا خيرا ماذا أنزل ربكم بالي ربي محوسو دج ما حيكو جواب قالوا خيرا معناها ويحاول أنزل ربنا خيرا أنزل وفعل ماضي يا حذف يا ربنا أو فاعلك خير مفعول لدلالة ما قبل وحكور يا تسيلك ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا أنزل ربنا خيرا لدلالة ما قبله وحكور يا تسيل لدلالة ما قبله قالوا وحيدا خيرا خيرا مفعول به والله منصوب علامة نصب وضعة ظاهرة في آخر وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا أنزل ربنا خيرا ووجوبا سي واجب ها غير ووجوبا سي واجب إن لو حذفه ووجوبا سي واجب إن لو حذفه محل حذف عاملك فعلك فعل فعلك أنا فعلك فعلكم بسكلا صعب ما قرأت ووجوبا سي واجب إن لو حذف عاملك عامله وحاصل فعل ما قرأت يا ما يعمل عمل الفعل اسم فاعلك أوصاف كو عمل كفر ووجوبا سي واجب إن لو حذف عاملك في مواضيع بوصص منها بوصص كان في مواضيع سبعتين بعدين مواضيع تضبع في مواضيع بوصص سبعتين تضبع منها مواضيع لا وحاكم باب الاشتغال وباب المنادى والله سبحانه وتعالى على المحمد.